في تقرير صدر مؤخرا عن المجموعة المتحدة للمحامين من خلال مشروع هي أطلقت عليه مشروع اسمه حماية. مشروع بيرصد في خلال الشهور الثلاثة الماضية ما لا يقل عن 127 حالة، وعاملين يعني مشروع كبير قوي، التقرير نفسه كبير عفوا، لكن احنا هنختصر لحضراتكم اهم النتائج التي توصل اليها الباحثون على تجميع هذه المعلومات وكيف نظموها في النهاية. من بين الحالات دي عندنا 63 حالة قتل، 28 حالة ضرب وسب وإهانة وإحداث إصابات بالجسد، 6 حالات قبض واحتجاز بدون وجه حق، حالتان صعق بالكهرباء، حالة واحدة جلد، 29 حالة هتك عرض، 29 حالة هتك عرض، 4 حالات حلق رأس، 4 حالات سحل، 29 حالة تعذيب أمام رجال الأمن، 28 حالة احتجاز في أماكن غير قانونية، حالتان إتلاف ممتلكات. وده رسم بياني أمام حضراتكم بيوضح الإحصاءات اللي أنا قلتها لحضراتكم من شوية. ودي طبعا شيء ده بس اللي قدر بعض من الباحثين والحقوقيين والمهتمين ان هم يرصدوا ويوثقوا علشان تخرج نتائج ده بس في خلال الثلاث شهور الأخيرة، يعني من أول ما الدستور اتعمل بدأ أقر وبدأ يكون عندنا حاجة اسمها افتخر بيها اسمها كرامة الإنسان.